اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى معانا، احنا معانا النهارده اسكندريه يا جماعه، النهارده معانا سلمى فرحات، خست 15 كيلو على 7 خطوات ومنوراني النهارده. ميرسي جدا، ازيك سيدي؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انت انتي عامله ايه؟ منوراني، وانتي كنتي معايا قبل كده، انتي كنتي خسيتي 15 كيلو وبتاكدي دلوقتي للناس ان انتي ما شاء الله سبتي على ال 15 كيلو دول ولسه مكمله ال7 خطوات. الحمد لله. احكي لنا، فكري الناس كده من الاول، ايه اللي خلاكي تبتدي 7 خطوات؟ اولا انا سعيده جدا وفخوره جدا ان انا معاكي يا سالي، بجد انا يعني بحبك جدا. وانا كمان ليا الشرف والله. ربنا يخليكي حبيبتي. انا مشيت على ال7 خطوات من كام سنه، من حوالي 7 سنين، ومن وقتها وهي خلاص اللايف ستايل بتاعي. يعني حقيقي هي فيها الحياه، فيها الصحه، فيها كل معنى الحياه بجد. يعني انتي ان كان احنا ايه السبب نحافظ اللي على كان صحتنا. مخلاكي زدتي وزنا وبعدين قلتي لا انا لازم اخس؟ كان سبب حمل ولادة ولا كان؟ كان حمل في عمر ابني، بعد كده خلفته وزدت بقى يعني زيادة مهولة، يعني اللي هو انا ما كنتش انا، كان حد تاني غيري يعني. احنا معانا صورة قبل وبعد، خلينا نشوفها برضو، اوكي يلا بينا. طبعا لا فرق 15، شوفوا 15 كيلو لا بيفرقوا كتير كتير. طبعا اعتقد ان كان اكتر من 15 كمان، بس اكيد ما كنتش متابعه الوزن ده قوي انت يعني. كمان وين يعني بعد لابسه فستان اصلا يتخن في الصوره، ابيض وفي كرانيش ده يتخن اصلا، فانت ايوه فعلا. فعلا يعني باين الفرق برضو. لا وفي يعني في حياه، تحسي ان في كده. طبعا طبعا، اكيد. واللبس وكل حاجه بتختلف. قولي لي بقى، انتي عشان تحافظي على نزول الوزن وتحافظي على وزنك الحالي بال7 خطوات، الموضوع ده سهل ولا صعب؟ بصي، هو الموضوع اكيد هيكون صعب على اي حد ما عندوش عزيمه واراده. يعني العزيمه والاراده والصبر دول يعني اهم حاجه. بالذات ان انتي فهمتي خلاص ايه اللي بيتخن الجسم وايه اللي بيخسسه، صح؟ يعني انت لما بتيجي حاجه قدامك بيبقى في كده دراما بتحصل في دماغك، ان ايه ده، انا هاكل ده؟ طب ده هيعمل فيا 1 2 3. فطول بالظبط. الوقت يعني بحاول احافظ، وبحاول ان انا اعرف نفسي باكل ايه مش باكل ايه. طول الوقت بتابع ان انا اعلي في الجروث هورمون، ما اروحش لحته الانسولين دي ابدا. بس برافو عليكي، طبعا الحمد لله، يعني انا بتفرق. حاسه ان انا محتاجه كمان انزل تاني في الوزن واحافظ اكتر والله يعني. انا شايفه كويسه جدا حقيقي، عشان الواحد بيفرح بنفسه انه نزل، ويبتدي بقى كل شويه عايز ينزل اكتر عشان فرحان بنفسه. ايوه، لما كل ما تنزلي بقى كيلو خلاص انا هحافظ اكتر، فهنزل اكتر، فحافظ على صحتي اكتر. لا كده حلو، هي خدود كده لا 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 كده حلو، الواحد ما ينزلش بزياده قوي برضه، يعني النزول بزياده مش حلو. وكمان لا، هو النزول قبل يعني قبل الوزن اللي هو المثالي ده بيبقى صعب جدا. يعني تحسي ان انت كأنك يعني صعب. لا اكيد صعب، صعب. اقل يعني اصعب نزول كيلوهات هي اخر كام كيلو اللي هم الفاضلين، يعني احنا عايزين ننزل للوزن المثالي اخر 5 من 10 ل 5 كيلو بيبقوا صعبين جدا عن الكيلوات اللي قبلها، فعلا حقيقي بيبقى بتنزل صعب بسهولة جدا. جدا اللي قبلها، لكن نيجي نقف عند دول الجسم كأنه بيتمسك فيهم مش عايز يسيبهم بسهولة. ايوه فعلا. قولي لي اكتر حاجة يعني مكملة معاكي على طول من ال7 خطوات بتتبعيها كل يوم اساسي؟ اهم حاجه اللي هو التلت معده ده، التلت معده ده ان انا اقوم مش شبعانه، دي مقاومه عنيفه يعني. عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك. فانا لما بقوم ببقى عايزه اكل حقيقي، ببقى لسه عايزة يعني انا تكملي عايزه أكل؟ اكل، أيوة. بس خلاص بقول ستوب بقى. ممكن بعمل طبق يعني لو عند ماما او كده، بعمل طبق على جنب، بعد كده برجع اكله تاني. لكن مش ان انا املى معدتي، ده مش بعمله ابدا يعني. برافو عليكي. وطبعا بقى منعت عيش، منعت سكر، السكر الابيض ده نهائي، ولا انا ولا ولادي. ايه بديل العيش وتاكليه؟ شرايح الخبز المشبعة ولا بتاكلي حاجة تانية؟ باكل رز، ممكن حته عيش صغيره. شرايح الخبز المشبعه انا عملتها، واختي فاطمه عملتها قبل كده، حلوه جدا. بس ان انت بقى يعني انا ماشيه كانه حياتي، انا ماشيه حياتي طبيعيه، بس بختار انا هاكل ايه. يعني انا لو في عزومه في مكان احنا بنختار نعمل ايه، وده الحلو. دي ده حقيقة. الحلو ان انت مش ماشيه بورقه وقلم وتفاصيل. لا يعني انا بمشي حياتي عادي، بس بشوف يعني علمتينا نختار اكلنا الحمد لله. يعني. بجد ربنا يبارك لك.
حبيبة قلبي، والله العظيم شيء يعني يسعدني بجد جدا.